السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ اليوم الجزء الثالث والأخير من درس المشتقة. بنتعرف في هاي الدرس على شلون نوجد مشتقة حاصل ضرب دالتين وشلون نوجد مشتقة خارج قسمة دالتين. خلونا قبل أن نبدي الدرس نتذكر القواعد الاشتقاق اللي أخذناها سابقا. القاعدة الأولى قالت لي إذا كان عندي دالة ثابتة فإذا مشتقتها تساوي صفر. قاعدة ثانية إذا كان عندي الدالة المحايدة x فإذا مشتقتها تساوي 1. قاعدة ثالثة إذا كان عندي عدد مضروب في الدالة x أو عدد cx فإذا المشتقة تساوي هذا العدد. إذا كان عندي دالة x مرفوعة إلى أس n فبالتالي المشتقة أنزل الأس وأنقص منه 1. وإذا كان عندي c عدد مضروب في x مرفوع إلى أس n بالتالي نضرب الأس في العدد وننقص منه 1. حيث طبعا C و N جميع كلها أعداد حقيقية. هذه أمثلة على قواعد الاشتقاق اللي أخذناها سابقا. جذر 7 عدد ثابت فإذا مشتقتها 0. X دالة محايدة مشتقتها 1. 5 X مشتقتها 5. X أس 4 أنزل الأس ونقص منه 1 بيعطيني 4 X تكعيب. 5 X تكعيب نضرب الثلاثة في الخمسة فبيعطيني 15 X تربيع. جذر x أرجع إلى دالة أسية وبعدين أشتقه فبيكون x أس نص ننزل الأس والنقص منه 1 في النهاية بنتوصل إنه عبارة عن 1 على 2 جذر x. وآخر دالة عندي 1 على x تربيع علشان أشتقها لازم أوديها فوق بأس سالب وبعدين ننزل الأس والنقص منه 1 فالناتج بيكون سالب 2 x أس سالب 3 وممكن نرجع إلى بأس موجب في المقام. الحين خلونا نتعرف على قاعدة إذا كان عندي ضرب دالتين شلون نشتق ضرب دالتين. إذا عندي دالتين في بعض دالة F ضرب دالة G علشان أشتقها بروح أشتق الدالة الأولى F وبضربها في الدالة الثانية اللي هي G زائد الدالة الأولى اللي هي F في مشتقة الدالة الثانية اللي هي G. إذا مشتقة حاصل ضرب دالتين احنا دائما نقولها عبارة عن الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. خلونا ناخذ مثال. لو كان عندي دالة fx عبارة عن 2x مضروبة في x تربيع ناقص 1. طبعا حسب القواعد اللي أخذناها سابقا ممكن نوزع الـ 2x داخل القوس ويتحول الدالة إلى جمع وطرح بعدين أشتق كل حد بروحه. بس احنا نبغي نطبق قاعدة الضرب في هاي المسألة. الدالة الأولى عندي 2x والدالة الثانية x تربيع ناقص 1. قلنا القاعدة عبارة عن الأولى في مشتقة الثانية فناخذ الأولى ننزلها نفس ما هي 2x نكتبها نفس ما هي. مشتقة الثانية نروح نشتق الدالة الثانية x تربيع ناقص 1. x تربيع مشتقتها شنو؟ 2x والواحد عدد ثابت مشتقتها 0 بالتالي مشتقة الثانية بتكون 2x زائد الثانية الدالة الثانية هذه نفسها القوس كلها بكتبها نفس ما هو في مشتقة الأولى 2x مشتقتها شنو اللي هو العدد اللي مع x 2. في الأخير نبسط الدالة بيكون الناتج 4x تربيع زائد 2x تربيع ناقص 2 ونجمع الحدود المتشابهة فبيكون 6x تربيع ناقص 2. نشوف مثال آخر. لو كان عندي الدالة عبارة عن قوسين مضروبين في بعض ويبغون أوجد المشتقة عند نقطة معينة عند x يساوي سالب 1. أول خطوة أسويها أكتب القاعدة. ناخذ الدالة الأولى اللي هي x تكعيب ناقص 1 القوس كله أنزله نفس ما هو. أشتق الدالة الثانية 4x زائد 2 مشتقتها 4 والاثنين بتروح بصفر زائد الثانية اللي هو هذا القوس كله أكتبه نفس ما هو. واشتق الدالة الأولى الإكس تكعيب مشتقتها 3x تربيع والسالب 1 مشتقتها 0 وبعد التبسيط بيعطيني الجواب 16x تكعيب زائد 6x تربيع ناقص 4. آخر خطوة أسويها نعوض بدل الإكس سالب 1 بيكون الناتج سالب 14. حلو هاي التدريب.
والناتج النهائي بيكون المشتقة عبارة عن هذا كله، وإذا عوضنا بالواحد بدل الإكس بيكون الناتج سالب 6. تعرفنا على شلون نشتق ضرب دالتين، الحين بنتعرف شلون نشتق قسمة دالتين. لو كان عندي دالة قسمة دالة F قسمة G، علشان أشتق طبعا ملاحظة مهمة، ما يصير في حالة الضرب أشتق كل دالة بروحة، ولا في حالة القسمة أشتق البسط بروحة والمقام بروحة، ما يصير. عندي قاعدة للضرب عرضناها من شوي، وعندي قاعدة للقسمة. قاعدة القسمة تقول لي المقام في مشتقة البسط، يعني المقام جي اكس اكتبه في مشتقة البسط، بعدين ناقص البسط اخذ البسط نفسه في مشتقة المقام، اروح اشتق المقام. هذا كله على المقام تربيع. خلونا ناخذ مثال، اوجد مشتقة الدالة اكس تكعيب ناقص واحد على 2 اكس. طبعا هذا السؤال ممكن نحله بان انا اوزع المقام على البسط واشتق بعدين كل حد بروحه، بس احنا بنستخدم قاعدة القسمة. القاعدة تقول لي البسط عبارة عن اكس تربيع ناقص واحد والمقام عبارة عن 2 اكس، فاول خطوة اسويها المقام، المقام يعني 2 اكس اكتبه نفس ما هو. في مشتقة البسط الإكس تربيع مشتقتها 2X والواحد مشتقتها بصفر، فإذا مشتقة البسط يعطيني 2X. بعدين ناقص البسط آخذ البسط القوس كامل أكتبه نفس ما هو، في مشتقة المقام، المقام 2X فإذا مشتقتها 2. هذا كله على المقام تربيع، آخذ المقام نفسه وأربعة، وبعد التبسيط بيكون الناتج 2X تربيع زائد 2 على 4X تربيع. ناخذ مثال آخر، لو كان عندي الدالة عبارة عن 5X زائد 4 على X تكعيب ناقص 2، في هاي الحالة ما أقدر أوزع المقام على البسط نفس السؤال السابق، فلازم أستخدم قانون القسمة أو قاعدة القسمة. قاعدة القسمة تقول لي لازم أعرف البسط اللي هو فوق والمقام اللي هو تحت. المقام في مشتقة البسط، يعني آخذ المقام نفسه X تكعيب ناقص 2 وأكتبه، في مشتقة البسط الخمسة إكس مشتقتها 5 والأربعة مشتقتها 0، فبالتالي مشتقة البسط بتساوي 5. بعدين ناقص البسط آخذ القوس كله اللي في البسط وأكتبه، في مشتقة المقام اللي هي إكس تكعيب مشتقتها 3 إكس تربيع والاثنين مشتقتها 0. الكل على المقام تربيع، مجرد أن أنا أكتب المقام وعليه تربيع، ما أحتاج نفكه. وفي النهاية أعوض بدل الإكس بصفر وبيعطيني الناتج سالب 5 على 2. حلو هاي التدريب. والحل بيكون هذه عبارة عن المشتقة، ممكن تبسطونها طبعا وتخلونها بأبسط صورة، وبعد التعويض بإكس يساوي 2 الناتج بيكون 5 على 16. ملخص القواعد اللي أخذناها، إذا كان عندي دالة ثابتة مشتقتها 0، إذا كان عندي دالة عدد مضروب في إكس فإذا المشتقة تساوي C، إذا كان عندي عدد مضروب في X مرفوع إلى أس N فإذا المشتقة أنزل الأس أضربه في العدد وأنقص من الأس واحد، إذا كان عندي حاصل ضرب دالتين فالمشتقة بتساوي الأولى الدالة الأولى في مشتقة الثانية،
زائد الدالة الثانية في مشتقة الأولى. وبنفس الطريقة قاعدة القسمة تقول لي المقام، أبدي بالمقام، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. كذي نكون خلصنا درس اليوم، وشكرا لكم لحسن الاستماع.